الفجر لنا نور الفجر لنا نور الفجر. اطمن يا اخوي، ان شاء الله حنان بخير. ايش اللي بين عيسى ونبيل امل؟ يهمك الحين تعرف ايش اللي بين عيسى ونبيلة، ولا يهمك صحة اختك وضعها الحين يا احمد؟ مصيبتي فقد بنتي اكبر من اي مصيبة، بس الكلام اللي قالته حنان يزيدني مصيبة فوق مصايبي. ارجوك خبريني ايش اللي بينهم، خبريني ولا تخبي عني اي شيء. الميراث. ميراث؟ قصدي أقول أنا آسفة أني طالبت بحقي بالميراث، يمكن في الوقت الغير المناسب، بس الظروف جات كذا. وأعتقد أن محمد إذا وصل الجهة بيكلمك بعد موضوع الميراث. أحمد،
ليش موضوع الميراث يوترك؟ كل شيء كما هو. أنا أروح داخل علشان أشوف إذا في شيء مسروق ولا لا. أنا أجي معك. أهلا خالي. لا ما جيت، أنا في المستشفى جايب حنان لأنها تعبت علينا شوية. هذا أكيد أمل وشيخان هم اللي دخلوا بيتك يا خالي، بس هذه المرة لا تسكت عنهم، ضروري إنك تبلغ الشرطة، وإذا ما بلغت أنا اللي ببلغ عنهم. كفاية إن سكت عنهم المرة الماضية، أول ما أطمن على حنان أنا بنفسي بروح أبلغ عنهم المركز. تعالي شوفي غيابك إيش سوى فينا، وجودك كان رحمة. كل شيء عادي في البيت، يعني اللي دخل ما أخذ شيء. هذين أكيد صغيرين اللي دخلوا. صغيرين؟ صغيرين ما قدروا يفتحوا الباب الخارجي ولا حتى باب غرفة الدهجان، هذا فيه واحد كبير. ايش اللي يدور في راسك يا زهر؟ نحن لازم نبلغ الشرطة. تبلغ الشرطة على ايش؟ في شيء مسروق في البيت؟ لا، بس في حد دخل البيت ونحن ما موجودين، علشان كذا لازم نبلغ الشرطة. زهر، سير جيب لنا شوية ورد من المزرعة علشان نعصره. سير مع عادل. ان شاء الله عمي. لا تفكر واجد يا ولدي، سير سوي اللي قلتك عليه. سامحني يا رب، سامحني. وانت مالك مهموم؟ اكيد ابوك بيقدر يدخل في مشاكل. انا اخاف المساله تتكرر يا عادل، بعدين ما فيها شيء لو اعطينا الشرطه خبر، هذا الشيء اكيد من صالحنا. بس المشكله ان ابوك ما راضي يبلغ الشرطه. ابوي اكيد خايف من شيء، علشان كذا ما يريد يبلغ الشرطه. شيء مثل ايش؟ ما اعرف يا عادل، ما اعرف. كل ما سألتك عن حقيقة الكلام اللي قالته حنان عن نبيلة وعيسى أحس أنك تتهرب. أنا ما أتهرب يا أحمد، أنا أريد أقول. قلت لي
إنك تريد 200,000 ريال، ها؟ إذا ما فضحتك قدام الناس كلها وقدام أهلك ما أكون أنا عيسى، وخصوصاً قدام زوجتك اللي ما تعرف حقيقة البيت اللي بعته. أنت لا تتدخل بيننا. أنت لا تتدخلي لما الرجال يتكلموا. أحمد، إيش سالفة 200,000 ريال؟ بتتكلم ولا تريدني أنا أقول لها وأتكلم؟ نذل طول عمره نذل. والحقير بعد يتم طول عمره حقير. شوف، لو صار شيء لأخت حنان ما تلوم لنفسك. أنا اللي بشتكي عليكم، أنت وهذا اللي معك. لو صار لزوجتي شيء والله لبهدلكم بهدلة. بتشوف مني بهدل الثاني. حسن من أسلوبك وكون محترم لما تتكلم معي. محترم غصبا عنك. من فيكم زوج حنان؟ خير، أنا زوج حنان. إيش فيه؟ طمنيني على أختي، فيها شيء؟ الحمد لله بخير. حنان ما فيه إلا العافية، بس الله يعوضكم بالجنة. نات؟ خير يا أمل، أختك صار فيها شيء لا سمح الله؟ الحمد لله، حنان بخير. الحمد لله. بس ضيعت حملها. إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا، الله يعوضها خير إن شاء الله. الأخ أحمد، إذا كنتوا محتاجين شيء ولا شيء، تراني أنا حاضر وموجود.
أحسنت شيخان ما تقصر أحسنت. انت ايش جايب انك هنا؟ ايش لك معنا؟ خليني يا عيسى، خليني ولا بفضحك وفضح كل مشاكلك. انت تفضحني؟ قول تكلم. عيسى استهدى بالله وخليه، احنا ما نقصدكم. انت مالك علاقة بهذا الموضوع، هذا الموضوع بيننا ما يخصك. انا لازم اسلمك الشرطة بنفسي لانك اتجرعت مرة ثانية ودخلت بيت خالي انت وهذه. أمل، أنت جاكي نقل لمسقط المرتين من الجبل الأخضر، بس عيسى هو اللي كان يمنع استكمال الإجراءات، وأنت اللي كنت تخلصها. تنكر هذا الشيء؟ لا ما أنكر هذا الشيء، لأن أنا كنت موظف عندك، يعني مقيد حريتي، لكن الحين أنا خضيت حريتي وراح أفضحك قدام أمل وأحمد وقدام كل الناس. ماما ماما الحين وين بروح الحين؟ ماما ماما تيجي زينب. تفضل تفضل. السلام ورحمة الله، تفضل استريح. هام لازم يعقوب، ايش اخر الاخبار؟ ان شاء الله الطائرة العمودية راح تستأنف البحث. الشيء المحير ان الطفلة ضاعت في مكان محدد، وتم مسح المنطقة بالكامل تقريبا، والطائرة العمودية كانت تساندنا من الجو، لكن العثور على الطفل صار شبه مستحيل. عفوا سيدي، لكن العثور على زينب بيكون مستحيل إذا توقفنا عن البحث بشكل نهائي. ومن قال إن نحن نريد نتوقف؟ الأماكن اللي وصلتوا لها صعبة وعرة، لا يمكن للطفلة عمرها 4 سنوات توصل لذيك الأماكن. نحن راح نكثف البحث في كل مكان، كهف، غار، حفر، حشائش زراعية، أي مكان يدور على البال راح ندور فيه. قواكم الله وبارك الله فيكم. ما حصلت شيء ابدا؟ زين اقرا لي الورقه اللي عندك. طيب مع السلامه. يا ترى ايش اللي صار عندك يا مروان؟ أمل أرجوك تسمعيني، أنا كل اللي سويته سويته لأني موظف وتلقت تعليمات. حتى وإن كان كلامك صحيح يا شيخان، ما كان المفروض أبداً أنك توافق عيسى على السوء. بس هو كان يفهمني أنك أنت اللي غيرتي رأيك، ولما أشوفه يكتب الرسالة وسأله أنت ليش تكتب الرسالة بنفسك؟ يقول لي ما في فرق، وهي بتاخذ وقت لحد ما تجيب الرسالة. اسمح لي، ما قادرة صدقك. شيخان بغيتك في خدمة. تفضل يا أخ أحمد. شوف لي سكن حالي وحال أولادي. ليش؟
بعدين بخبرك. إن شاء الله يا أخ أحمد إن شاء الله. ويا ليت لو يكون السكن واسع عشان أحصل فيه غرفة منفردة. لازم أعرف عنها كل شيء. طيب تفضلي معي. شوية بنوصل إن شاء الله. ها عمل طمني كيف حنان؟ الحمد لله حنان بخير. بيرخصوها بعد شوي. رخصوها؟ حنان لين الحين ما مقتنعة عنها فقد الجنينها. لا فوق هذا وذاك أدلوني وتحملني المسؤولية لو صار بجنين هالشيء. لأنك شفتي صار خطير أثر عليها وعلى جنينها. وحنان بعد تقول كلام خطير عن نبيلة ويس. أحنا لا تشوف علي كذا. اللي يعرف عن هذا الموضوع حنان ونبيلة وبس. يعني حنان خلاص الحين بتطلع؟ أحمد أرجوك نروح لمروان نطمن عليه لين الحين ما يرد على اتصالاتي. بس انت عارفه ان عيسى طردنا من البيت وانا ما اطيق ابقى في بيته ولا لحظه. بعدين قالت راح ادور على بنتي. عارفه يا احمد عارفه وانا بعد مثلك. بس عيسى يبغى له ساعه لما يخلص اجراءات خروج زوجته من المستشفى نكون نحن في هذه الساعه. رحنا لمروان وطمنا عليه ورجعنا. ولا يهمك ان شاء الله. ولا يهمك. خلص انا بتصل في الشغاله تجهز اغراضي وتنزلهم عشان لما نرجع ما ندخل البيت مره ثانيه. احسن. كل المشاكل اللي صارت هذه بسبب أختك أمل. أول شيء اتهمتني باختطاف زينب والحين تدور لي كل مرة على شيء. أنا بروح أخلص إجراءات خروجك من المستشفى. Thank you.
بالك على الأولاد ها؟ العموم شباب، نحن انتهينا من الموقع ألف، الآن راح نتوجه مجموعات إلى الموقع باء ونبحث بحث دقيق. تمام؟ جاهزين؟ جاهزين. يلا أريد هذه المجموعة تروح إلى نفس المكان مثل ما اتفقنا، والمجموعة الثانية تتجه وأنا معاكم بسرعة.